كملين معكم فقرتنا الصباحية، والتالية رح نضوي فيها على العمل التطوعي والإنساني. بهي الفقرة رح نسلط الضوء على مؤسسة دائمة الحضور بأنشطة بمساعدات الإنسانية، ودائما اليد البيضاء لجميع المحتاجين ولجميع الأشخاص يلي بيحتاجوا مساعدة، إن كان ذوي الإعاقة، إن كان هلأ عم يعانوا من أمراض أو بحاجة لقرطاسية. كتير من الأنشطة هي المؤسسة عم تسعى لتحقيقها، ومؤسسة سوريا بتجمعنا اليوم، رح نحكي كتير عن هذا الموضوع. يا أكيد يا عفاف، خلينا نقول إنه العطاء يمكن هو أجمل صفة ممكن يتحلى فيها الإنسان، مهما كان هيدا العطاء، مهما كان بسيط. إذا حلو الواحد اليوم يزرع البسمة على وجه شخص محتاج، يساعد يدعم بلا مقابل. وأكيد دايما منضوي على المؤسسات التطوعية والخيرية يلي بتقدم كل الدعم، وتحديدا اليوم رح نحكي عن مؤسسات سوريا بتجمعنا يلي دائما موجودة على أرض الواقع وعم تساعد الناس. ومؤخرا كان في الدعم المالي لعدد من طلاب الجامعة ضمن مشروع شباب نبض الوطن، إضافة لتوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية وفحوصات ماموغرام مجانية بشهر أكتوبر الوردي. لنعرف أكثر مشاهدينا عن الأنشطة نحن نحكي أكثر مع ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو الأنسة، لبنى مسوح، مسؤول إداري في مؤسسات سوريا بتجمعنا. صباح الخير. صباح. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير لبنى، واهلا وسهلا فيك. يعني بعد زمان اشتقنا هيك لحتى نسمع اخر اخبار المؤسسه، الدعم يلي عم تقدمه، هيك جرعه التفاؤل يلي بتكون ضمن صباحنا لكل الاشخاص يلي بيكونوا بحاجه لاي دعم. حتى هلا عم نشوف صار في دعم مالي لكل طلاب الجامعات يلي هلا متأهلين ومسجلين بالجامعة، وخصوصا بمحافظات حمص وحما. خلينا نحكي كمان بعض من أهالي مدينة الرقة المقيمين بحما، وخلينا نحكي بشكل أدق أكثر ضمن مشروع شباب نبض الوطن. صح لبنى؟ صح. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. صح. عفوا. هلأ بالنسبة للدعم المالي حضرتك حكيتي فيه لطلاب الجامعات، نحن ضمن مشروع شباب نبض الوطن من الأساس هو كان موجه لطلاب المدارس ولتوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية قبل بدء العام الدراسي. هلأ كان في حملة دعم مالي مثل ما تفضلتي لطلاب الجامعيين لحتى نساعدهم على متابعة تحصيلهم العلمي. في كتير ناس عم توقف عند حد معين، ما عاد عم تقدر تكمل بسبب الظروف الاقتصادية، يمكن تكلفة المواد، غلاء المواد اللي عم يجيبوها للجامعة. فكان في حملة بحمص وبحما ولطلاب محافظة الرقة المتواجدين والقاطنين بمحافظة حما، كانت عن طريق الفريقنا الموجود هناك، ويعني تم زيارة عدد كبير من الطلاب، وإن شاء الله مكملين، إن شاء الله نقدر نوصل لأكبر عدد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني الحلو اليوم إنه أكثر من محافظة عم تلقى هيدا الدعم المادي اليوم، عم نقول لطلاب الجامعات. إذا بدنا نحكي عن آلية التوزيع اليوم أو آلية التنسيق مع هدول الطلاب، قد إيه أعدادهم وكيف عم يتم التواصل معهم؟ هلا بالنسبه للاعداد، نحن دائما الاعداد هي متفاوته ودائما مختلفه. يعني ما العدد عم يتفاوت بين ساعه والثانيه، لانه نحن عم نطلب داتا كامله لكل الطلاب باي جامعه، شو اختصاصهم، حتى البيانات وين موجودين وين ساكنين. هلا تم التواصل عن طريق الناس الموجوده على الارض هونيك اللي بتعرف يعني الاشخاص الموجودين والجهات العامه الموجوده بالمحافظات. تم تزويدنا بالقوائم وتواصلنا معهم وصار في زيارات لهم. طبعا اخذنا الداتا اللي بتلزم حتى لفعاليات ثانيه، يعني باي جامعه باي سنه شو اللي لازمه. فكانت هي مثل خطوه اولى لحتى نساعده ليكمل التحصيل العلمي، وان شاء الله مستمرين معه. يعني هي الداتا نحن دائما بتضل عنا لبعدين لنستفيد منها من فعاليات ثانيه، ونضل على تواصل مباشر مع هذا الشخص. كمان عم نشوف من خلال الشاشه انه انتم كمان مستمرين لبنى بتوزيع السلل الغذائيه، خلينا نقول للاشخاص او للعائلات الاكثر هشاشه واللي هم بحاجه بامس الحاجه، خلينا نقول لهي السلل. خلينا نحكي اكثر، طبعا هي بدمشق وريف دمشق. خلينا نحكي هي السلال شو بتتضمن، كيف عم يتم اختيار هدول العائلات، قدام تلاقوا يمكن صعوبة ولا بكل سهولة؟ هلا ما في شيء سهل. بلش لك من الشق الاخير. اكيد سهولة بانكم تلاقوا انه نلاقي داتا الاشخاص. تمام. لا معك حق، لانه الفكره انه الناس للاسف الناس اللي بحاجه عم يزيد عددها كل يوم عن يوم، فانت ممكن توصلي لفئه الثانيه ما توصلي لها.
هلا نحن ضمن حمله على امتداد الوطن السله الغذائيه بتندرج ضمن حمله على امتداد الوطن للاسر الاكثر هشاشه. نحن الداتا عم نجيبها، يعني دائما نوصل للاشخاص المفتاحين الموجودين بالمناطق، ممكن عن طريق المحافظه، ممكن عن طريق الناس الموجودين هناك، هن ادرى باهل هاي المناطق بوضع العائلات اللي موجودين. كمان نحن دائما اي خطوه لحتى قبل ما نخطيها بس تكون الداتا عنا، نحن بنتواصل معهم وبنجمع بياناتهم وبنشوف حالتهم هلا وشو ناقصهم. هلا السلع الغذائيه يعني للاسف نحن دائما بنقول هي الجمله، انه نحن دائما حابين نتوجه للتنموي والوضع الاقتصادي عم يخلينا نضل باطار الاغاثي، لهيك مضطرين دائما ما نوقف العمل الاغاثي لانه في ناس لسه بحاجه انك تساعديها لتوقف على رجليها. هلا هي بلشت بدمشق وريف دمشق، كانت زيارات ميدانيه للاهالي ببيوتهم كمان بسبب كمان مشكلة المواصلات ووضع المواصلات، ومستمرين فيها لسه ما خلصت الحملة، يعني عم يكون في ترتيب فينا نقول شبه يومي للمناطق اللي بدنا نزورها ولعدد العائلات الموجودة وللفريق اللي بده يطلع. تمام، خلينا نحكي عن نقطة مهمة وعن حملة الاستجابة الطارئة لأهلنا الوافدين من لبنان، إن كان لدمشق أو لطرطوس، أكيد بالتعاون والتنسيق بين جمعية قرى الأطفال SOS. شو بتخبرينا عنهم؟ هلأ هنا جمعية قرى الأطفال SOS هنا شركائنا في مذكرة تفاهم دائمة، يعني عم نتعامل معهم، تعاملنا معهم بالزلزال، تعاملنا معهم على الشغل، وهلا كمان موجودين معهم. حملة الاستجابة الطارئة كانت موجهة للوافدين من لبنان، سواء السوريين او الاخوة اللبنانيين اللي اجوا، كانت بدمشق بريف دمشق، طلعنا كانت عن طريق بالحدود جديدة يابوس، وكان في كمان الجزء الثاني لها كان بطرطوس وباللاذقية كمان عن طريق الزيارة وتقديم البطانيات ومادة بسكويت التمر والمي. فهي كانت على شقين، أول وحدة على الحدود اللي كانوا جايين، والشق الثاني باللاذقية وطرطوس، ولسه مستمرين وقت الحاجة أكيد رح نكون موجودين نحن وياهم. طبعا ما بدنا ننسى كمان هلا جديدكم انه انتم متعاونين مع مراكز بمناسبه شهر اكتوبر الوردي للفحوصات الماموغراف للسيدات، خلينا نحكي عن هذا الموضوع اكثر، عن هي الفعاليه كيف ممكن خطر لكم انه هلا بهذا الشهر في كثير اشخاص، وحكينا بفقرات سابقه انه هلا في كثير مراكز عم تعمل مجانا، خلينا نحكي عن مؤسسه سوريا بتجمعنا المراكز المتعاونه مع عن هي الفعاليه. هلا هي كانت البدايه بانه شهر 10 هو شهر اكتوبر شهر التوعيه من مرض سرطان الثدي، وللاسف يعني الله يشفي الجميع والله يحمي الجميع، هو مرض موجود ومنتشر وما فينا ننكره، بس الفكره انه انت توعي الناس من هذا المرض، وكمان نتيجه الظروف الموجوده مو اي حدا مو اي سيده بتقدر تطلع تعمل هي الفحوصات. فكان الاتفاق مع مركز دمر الطبي، كان في قبل مثل ندوه توعويه للسيدات، كان في اخصائي تغذيه، كان في دكتور موجود عم يشرح عن الامراض وشو الاغذيه المناسبه، وبعدين كان في تغطيه ل يعني حالات موجوده داتا عنا او داتا تواصلنا معهم، كان في زياره لمركز دمار الطبي لاجراء فحوصات الماموغرام بشكل مجاني بالكامل. تمام، لبنان يعني عم نحكي عن انشطه وفعاليات عديده اليوم ضمن مؤسسه سوريا بتجمعنا، ودائما يمكن في يمكن تحضيرات عديدة بتكون صحيح. موجودة قبل هي الفعاليات، خلي خبرينا أكثر عن تفاصيل الموضوع. هلأ نحن دائماً الحملات اللي موجودة عنا والمشاريع الدائمة هي دائماً جاهزة، يعني مثل ما بيقولوا مرفوعة الجاهزية لها، فدائماً موجودة الداتا ووقت العمل بداية ونهاية وكيف منحضر قبل التحضير. الشغل الأكبر هو الشغل الشيء الطارئ اللي بيصير، يعني أنت ما بتكوني محضرتي له أساساً، يعني مثل حملة استجابة لبنان مثلاً، هي هذا شيء مفاجئ وطارئ. ففورا كان في اجتماع مع اداره الاس او اس، وكان في دغري تحضير للداتا ولشو بدنا نقدم، او مثل وقت الزلزال كمان أكيد طبعا استجابة. الزلزال كان استجابه طارئه، ما حدا محضر، يعني بالليل طلعت العالم بلشت تجهز، فهي شغلات نحن صفا بدنا نكون حاضرين لها دائما، بس ما فيك تحضري قبل، وان شاء الله بتخلص الاستجابات الطارئه ما يضل ولا شيء، بس دائما باي فعاليه لازم يكون في عنا سواء الدائمه ولا الطارئه وقت زمني، امتى بدنا نبلش وامتى بدنا ننتهي، عدد المستفيدين بدنا نتوجه لهم وين، سواء داخل المقر المؤسسي او بدنا نطلع زيارات ميدانيه،
مع تحديد الفريق الموجود، الاشتراك مع باقي الاقسام بالمؤسسه لحتى تكون الفعاليه يعني ناجحه وتحقق الهدف منها، وبالاخير يكون في لها تقييم. وشو المرحله الجايه؟ شو بدنا نعمل وشو لسه عم نشتغل؟ شفنا كمان لبنى من شوية من خلال الشاشه عم يتم توزيع قرطاسيه وادوات مدرسيه للطلاب، كمان خلينا نحكي عن هذا النشاط بشكل موسع اكثر. هلا مشروع الشباب نبض الوطن هو دائما موجود، دائما عندنا قبل المدارس مثل ما حكيت انه هو غير انه بيهدف لتوزيع الحقائب المدرسيه والقرطاسيه، هو بيهدف لنشر ثقافه التطوع بين طلاب المدارس. يعني في كثير طلاب موجودين حبوا يجوا يشوفوا تجربتنا على ارض الواقع، شو بنحمل نحن، كيف بنشتغل، بيتعلموا هون ويساعدوا كمان. يعني يكون تماما تماما بالعكس، صاروا انه نحن بدنا نساعدكم، امتى بدك توزعوا بدنا نكون معكم. السنة كان في تعاون مع بنك سوريا والخليج لإطلاق هاي الحملة، وكان في جزء من هي الحلوة كانت التحضيرات قبل. هذا الشيء نحن دائما بنحبه ونفتخر فيه، لما تحضري الحقائب والضبية وتوزعي البنات هيك والصبيان هيك والألوان والقرطاسية. طبعا كان في قبل التجهيز للحقائب، بعدين صار في توزيع للقوائم الموجودة عندنا سواء داخل مقر المؤسسة، وكان في زيارات ميدانية كمان بدمشق وريف دمشق للعائلات لنكون رحنا لعندهم على بيوتهم زرناهم وقدمنا لهم القرطاسيه والحقائب المدرسيه. يعني هذا مشروع دائم ومشروع مهم، وانت بالنهايه عم تتعاملي مع جيل سوريا الجاي، في عالم كثير ما قدرت تكمل تعليمها بسبب الظروف، فان شاء الله نكون قدرنا هيك لو شلنا جزء صغير من العبء اللي هن عم يحسوا فيه. خلينا نحكي عن مؤسسه سوريا بتجمعنا، امتى بلشت ولحد هلا شو الجديد اللي صار ضمن هي المؤسسه، او شو عدد الاشخاص الموجودين فيها، الاختصاصات الموجوده، وكيفيه الانضمام لكم اليوم للمؤسسه؟ هلا مؤسسه سوريا بتجمعنا عمرها من عمر الحرب، يعني للاسف كانت وليده ظروف الحرب، ولكن هلأ صرنا 13 سنة موجودين على الأرض. أهدافنا نفسها من أول ما بلشنا ولهلأ على نفس مثل ما بيقولوا على نفس الروح وعلى نفس القلب وإيد واحدة، بالشراكة أكيد مع أخوتنا الموجودين بالمنظمات غير الحكومية الأخرى يلي هني يعني يساعدونا، وعم نكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعاً دائماً بنحكي عن مشاريعنا يلي هي منها دائمة منها مستدامة ومنها موسمية حسب الحالات. عم نحاول نقدم أي شيء بنقدر عليه ضمن الشيء اللي بنقدر عليه، ضمن نعرف مع الناس احتياج الناس شو هو. مكملين إن شاء الله بنوصل لمرحلة بنبلش بقى بالتنموي بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، نطلع شوي من الإغاثي. مؤسسة سوريا بتجمعنا أكيد موجودة بمقر الأساسي بدمشق، عندنا أفرع غير مشهرة بحلب واللاذقية، وموجودين على الأرض بحمص وبحما وباقي المحافظات ودير الزور. هلأ هون الأقسام دائما قسم الموارد البشرية، القسم المالي، القسم الإداري، القسم اللوجستي. عدد المتطوعين يعني تقريبا نحن فوق 400 متطوع بمختلف المحافظات. هلا الانضمام نحن اي حدا بيجي على عائله مؤسسه سوريا بتجمعنا هو اضافه جديده لها، وما في اي شروط غير انه يكون فوق 18 سنه لحتى ما ينتهى عن دراسته. والشرط الاساسي اللي اكيد بيكون موجود عند الكل اللي جايين لهون هو انه روح التطوع موجوده ومزروعه جواته، لانه هو جاي يقدم ويكون مع الناس بدون مقابل، بنفس الوقت عم يعطي جزء من جهده ووقته لخدمه هاي الناس. وان شاء الله مكملين ان شاء الله يا رب. لبنى انت اليوم كمسؤول اداري بهي المؤسسه، خلينا هيك نضوي شوي على الصعوبات، يمكن ما في جهه اليوم هي جمعيه خيريه ايا كان ما في صعوبات، يعني مو هي القاعده مرتاحه وعم توزع هي الاغاثات، خلينا نحكي ونضوي على الصعوبات يلي عم تواجهها المؤسسه. هلا الصعوبات هي يعني للاسف فينا نقول مشتركه عند الكل، يعني انت عندك وضع اقتصادي صعب، انت عندك عقوبات، انت عندك مشكله بالمحروقات، هذا الشيء كثير عم يخلينا يعني نوقف عن شغلات نعيد دراستها. في مشاريع نحن كنا مخططين انه نتوسع فيها لكل المحافظات السوريه، نتيجه الوضع الاقتصادي ونتيجه المحروقات لا عدنا دراستها. هلا ما اكيد ما في فكره التغت، بالعكس مكملين، بس ولكن ترجعي تعيدي دراسه، لا اكيد ما في شيء التغى ان شاء الله، بس بدك ترجعي تعيدي دراسه لتعرفي يعني بدك تقدمي الخدمه صح، ما فيك تقدمي خدمه ناقصه ولا باي مكان ولا باي محافظه. الحمد لله الايادي البيضاء موجوده،
وال يعني الشعب السوري متطوع بالفطرة على الخير وعلى الدعم، فهذا الشيء نحن يعني مراهنين عليه وموجودين بالأساس عليه لنقدر نخدم العالم. وإن شاء الله الصعوبات يعني كل ما زالت كل ما نحن تقدمنا خطوة، وكل ما أساساً قل عدد الناس يلي هي بحاجة، فهي صعوبات موجودة عند الكل، وضروري دائماً أنا بقول الأصعب إنه أنت ما تقدري توصلي المساعدة للشخص يلي هو فعلاً بحاجته، بدك تكوني منصفة جداً. صحيح، هي أصعب شيء. لبنى خلينا نرجع نحكي شوية عن المتطوعين، ويمكن نلاحظ قد في طلاب جامعات اليوم خلال سنواتهم الدراسية بلجأوا للعمل التطوعي، وقد في اليوم كمان شباب موجودين عندكم ضمن هي المؤسسة. قد العمل التطوعي ممكن يفيدهم اليوم يكسبون خبرات كثيرة لهدول الشباب؟ 100%. بدي بلش من كلمة حضرتك الخبرات. انت عم تجي على مجال عم تشتغلي فيه على ارض الواقع، عم تكوني قريبة من الناس. انت بتعرفي انه اغلبية الناس هي بحاجة بهذا الوضع، بس انت لما تكوني قريبة عم تسمعي الشكوى تبعهم، عم تشوفي شو هن بحاجة مساعدة، في روح العمل الجماعي. تماما، انا هي اللي بدي اقلك عليها، دايما ايد لحالها ما بتزقف. العمل الجماعي بيعطي خدمة صح، وبيعطي طريقة عمل صح، ونحن اللي عم نشتغل عم نكون مبسوطين لما عم نكون عم نشتغل ونجهز هي الأمور ونقدمها للناس بوقتها وبموسمها. هذا الشيء كتير بيرجع علينا أكثر ما عم يرجع على الناس اللي عم نروح نقدم لها. وصدقيني فكرة التطوع من جوا بتخلي الإنسان مبسوط، هيك بذره بتنمي الروح، بتحسي حالك سعيده بالشيء اللي عم تقدمي. وطلاب الجامعات نحن مبسوطين لانه هن في ناس هي عم تقلنا انه يعني هلا عم نشوفوا مثلا وقت الزلزال كثير تواصلوا معنا، انه حابين نكون معكم شو عم تقدموا، حابين نساعدكم هلا بحمله الاستجابه بالايام العاديه الموجوده. فبالعكس اي حدا بيكون موجود معنا، اي حدا بيرغب بالتطوع، فهذا بالعكس هذا يعني زياده لنا. هذا الشيء مفتخر باي حدا يكون فرد جديد بالعائله. يعني كمان في اشخاص هي موجوده معكم حتى لو ما كانت هي متطوعه بشكل رسمي بالمؤسسه. صحيح. اكيد لبنى بنتمنى لكم كل التوفيق، وهيك ان شاء الله يا رب هي الصعوبات كلها تنزاح عنكم، لانه بالنهايه انتم اليد البيضاء يلي عم تساعد وعم تكون منصفه لكثير من العائله وأصحاب الحاجة. شكرا لك لبنى. شكرا لكم، ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله الله يحمي البلد ونكون دائما على قد المسؤولية وعلى قد ثقة فيه. إن شاء الله يا رب. نشكرك كثير لبنى، مشكورة جهودك وجهود كل حدا اليوم عم يعمل خير بظل هاي الظروف الصعبة. شكرا لك. شكرا لكم، وسعد صباح.